غيوم داكنة فيلم ينتمي لسينما الحرب، يصبر فيه المخرج أيمن زيدان أعماق أبطال قصته الذين ألقت الحرب بظلالها الثقيلة على أرواحهم. تطلقه المؤسسة العامة للسينما في عرض جماهيري بصالة الكندي باللاذقية. أنك تعمل فيلم عن الحرب دون طلقة واحدة، هذا شيء في يعني وراءه هيك جهد وجداني كبير. حقيقة نحن حبينا نعمل هذا الفيلم أشبه بالتوثيق للحظات موجعة مررنا بها. الحرب كانت حاضرة بالشخصيات اللي جزء منها انهزمت أحلامهم وانكسرت، بس بالتوازي مع رجل يريد ويصر أن يعود إلى بيته ويبني بيته، واللحظة الأخيرة هو هذا الطفل بهذه النظرة الذي كان شاهداً على كل هذا الخراب، ماذا يحمل له الغد؟ الفيلم خاص جداً، له مكانة بقلبي كبيرة جداً. دوري فيه شخصية تعرضت لقسوة أيضاً بشكل أو بآخر، وجد نفسه زهير اللي هو الشخصية اللي أنا عم بلعبها بالفيلم بمكان يعني للأسف ما كان بيتمنى أبداً أنه يكون فيه، وبموقف بنهاية الفيلم الحقيقة أنه موقف قاسي. هذا هو الشعب السوري اللي دائماً عودنا، محب للحياة، محب للعطاء، يعاود الإعمار من جديد. فإن شاء الله إلى سوريا الغد الجميلة اللي عم ننتظرك كلياتنا إن شاء الله. يحكي الفيلم قصة رجل يعود إلى قريته المدمرة بفعل الحرب ليخط في بيته القديم وصيته الأخيرة. فيلم عبر عن الشيء الموجود بحياتنا، وهي الغيوم الداكنة كأنها ما رح تمطر أبدا. الرسالة كانت حلوة، أنه حكى عن أحداث الحرب اللي عشناها بالبلد، عن اللي صار، عن الظروف اللي مرت فيها، عن اللي فقد زوجها، عن اللي سافر وترك اللي بيحبها ورجع لقاها متزوجة، عن قصص كتير كانت فعلا عايشينها. وفي دائما حزن، بس الحمد لله أنه في أمل أنه بكرة يكون أحسن، وعجبنا كتير الفيلم واقعي. حاول أنه يسقط شيء من هذا الوجع الذي يصيبه على اختصاصه عمله السينما، لنلتمس منه ذلك، وقدم صورة صادقة جدا. شكرا له على إبداعه. هلا الرسالة انه الاوضاع اللي صارت عم يحاول ما يحسسنا انه نفقد الامل، عم يوصف الوضع بس بنفس الوقت انه في امل. غيوم داكنة ثاني تجربة إخراج سينمائي للفنان أيمن زيدان بعد فيلم أمينة، وحاصل على جائزة القدس للإنجاز الفني من مهرجان الإسكندرية السينمائي.